First, thank you so much for your time. أولاً شكراً لوقتك معنا. تعليقاً على حادثة المسيرة الأمريكية، السفير الروسي قال أن الطائرات الروسية أتت لتتأكد من ماهية هذه المسيرة، ولكن رأينا فيديو البنتاغون في هذا الموضوع. ما هي ردة فعلك لما قاله السفير الروسي؟ روسيا شهدت طائراتها تتصرف بطريقة غير مهنية في الكثير من المناسبات فوق المياه الدولية وفي المجال الجوي الدولي. كان واضحا من الفيديو أن الطائرة الروسية اصطدمت بالمسيرة، والروس مرة أخرى يتلاعبون بالمعلومات ويستخدموا هذا النظام لإنكار ما نشهده بأعيننا، وهي أن الطائرة الروسية اصطدمت بالمسيرة الأمريكية التي كانت تعمل فوق المياه الدولية. هذا سلوك غير مهني، ووزير الدفاع تحدث مع نظيره الروسي، ونأمل أن يتوقف الروس. روسيا في الماضي وفي الأيام والأسابيع الماضية أكدت أن أمريكا لديها مختبر للسلاح البيولوجي في أوكرانيا. وزارة الخارجية تقول أن روسيا تقوم بالتضليل في هذا الإطار. ما هو موقفكم؟ الحكومة الروسية والكريملين من قبلها وحكومة القياصرة قبلهم والنظام الشيوعي بشكل عام أنفقوا عقود من الزمن يكذبون فيه عن الأسلحة البيولوجية. ليس مدهشاً أنهم يفعلوا هذا مرة أخرى، ومرة أخرى علينا أن نحكي القصة الحقيقية. روسيا لديها برنامج أسلحة بيولوجية، وهذا انتهاك للاتفاقيات الدولية، وتكذب روسيا عن سبب الحرب وتقول أن له علاقة ببحوث الأسلحة البيولوجية. هذا سخيف، والاتفاقية الأسلحة البيولوجية نظرت في هذه المسألة وفحصتها، وكان واضحا أن هذه أكاذيب هدفها نزع المصداقية، وهدف روسيا هو خوض الحرب. روسيا اختارت وبوتين اختار الحرب، ويحاولون إبعاد انتباه الناس عن الحقيقة. نعم، الكرملين يقول أيضا إن أمريكا عملت مع أوكرانيا لتدريب واستعمال بعض الطيور وغيرها. هذا مثال آخر على محاولة روسيا تحويل بحوث مشروعة إلى شيء يمكن أن يستخدموه كعذر لحربهم وقراراتهم. بالطبع نحن نعمل لمنع حدوث المرض، هذا هو كوفيد-19. حقيقة أن هناك حكومة أعرف عنها تصنع وتجعل الأسلحة البيولوجية والكيميائية جزء من ترسانتها. استخدموا هذا في تسميم أفراد في بريطانيا، ورأيناهم يعملون مع الحكومة السورية حيث الأسلحة الكيماوية استخدمت. عندما نتحدث عن استخدام الأسلحة هذه، روسيا لها تاريخ طويل في استعمال هذه المواد كي تقتل الناس، وبدلا من محاولة إنكار الحقيقة التي نعرفها وأن هذا قرار روسيا غزو أوكرانيا، تحاول إبعاد الانتباه، وهذا سخيف. كذلك روسيا تقول إن أمريكا لعبت دورا في إنشاء كوفيد، وأنها تطور أسلحة بيولوجية يمكنها أن تستهدف مجموعات إثنية. مرة أخرى الروس يختلقون القصص لإبعاد الانتباه عن غزوهم لأوكرانيا. حقيقة الأمر، ونعود هنا سنوات عديدة، اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أقرت أنها كانت تشارك في حملة معلومات مضللة عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية منذ الخمسينات، والرئيس غورباتشوف اعتذر للرئيس ريغان عن الأكاذيب التي روجها الكريملين بشأن هذه الأسلحة. وأيضا كان هناك تقرير عن أكاذيب روسيا إنهم مذنبون باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأفراد، ومذنبون بمحاولة إخفاء الحقيقة بشأن حربهم، وآمل من المشاهدين ألا يقعوا في فخ الاعتقاد
أنه ولأن روسيا لديها جزء من الصحة، إلا أن هناك أكاذيب كثيرة تروج لها لإقناع الناس أن الأسود هو أبيض. روسيا غزت أوكرانيا لأنها أرادت الاستيلاء على أراضي، هذا اسمه إمبريالية وعدوان وليس له علاقة ببحوث في مجال الأمراض. ولكن يقولون أن لديهم براهين، وهناك لجنة برلمانية تقوم بالتحقيق حول المختبر الأمريكي للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، واللجنة تقول إن أمريكا قامت بإنشاء شبكة في هذا الإطار. ما أظهرناه في تقريرنا وآمل أن تلقي نظرة عليه هو أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بدأت قبل سنوات طويلة في الكذب بشأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. الكريملين يستخدم نظام الكذب هذا ويقوم بعملية انتقاء، والكريملين اختار أدوات إعلامية وصحفيين لنشر أكاذيب بشأن سبب الحرب التي أطلقوها. هذا ليس له علاقة بالبحوث المشروعة التي تقوم بها كل الدول، محاولة منها لإنقاذنا من الأمراض. رأينا هذا في جائحة كوفيد، أن المرض يمكن أن يكون خطيرا بالنسبة لكل العالم، والكل يجب أن ينخرط في البحوث لمنع مخاطر المرض. ما يجب علينا عمله وما يجب على الروس عمله هو استخدام البحوث المشروعة. روسيا تحاول أن تبعد الأنظار عن غزوها لأوكرانيا. في التقرير الذي تشير إليه والذي نشره مركز التواصل العالمي، يقال أن أمريكا تعمل على التضليل. نعم، ما يحاولون عمله بكل صراحة هو استخدام لقاء المنظمات المتعددة لإثارة مزاعم زائفة، ومما يزعج هو أن هناك مناطق في أوكرانيا استخدمت فيها الحكومة الروسية والصينية أنظمة بيئية لنشر أكاذيب حول هذا الموضوع. هذا مزعج أن الصين تحالفت في فضاء الإعلام والمعلومات وكررت الأكاذيب الروسية بشأن هذه الحرب. أي شخص يشاهد التلفزيون أو يقرأ الصحف يعرف أن روسيا غزت أوكرانيا للاستيلاء على أراضي من أوكرانيا، ليس لأسباب تتعلق بالأسلحة البيولوجية، وهذا ليس له علاقة بأنشطة الناتو. روسيا والصين سويا استخدموا نظام المعلومات المضللة لإبعاد الانتباه عن العدوان الحقيقي الذي تقوم به الحكومة الروسية. هل من رسالة لمشاهدينا؟ أولاً، من الجيد أن أتحدث مع أصدقائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كنت أفعل هذا كثيراً عندما كنت متحدثاً بلسان وزارة الخارجية قبل 20 سنة. الشرق الأوسط تغير كثيراً منذ هذه الأيام. نتحدث عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسلام بين إسرائيل وسوريا. كنا نتكلم عن هذا في تلك الأيام. مع الأسف هذه الأيام ولت وهناك الكثير من النزاعات، ولكن هناك تطورات إيجابية. الطريقة التي تعمل فيها دول عربية مع إسرائيل وتطبع العلاقات، وكيف أن الشرق الأوسط بدأ ينتعش وفيه حركات ديمقراطية تجد المكان المناسب لها. مصر مثال جيد، وأقول مرحبا لهم. أهلا بك. شكرا جزيلا.